إدانة واضحة للسلطات الإيرانية إثر اعتراف المواطن الأمريكي من أصل إيراني منصور أربابسيار بضلوعه في التخطيط مع الحرس الثوري الإيراني لقتل السفير السعودي في واشنطن. مفاجأة أربابسيار فجرها أثناء مثوله أمام محكمة فيدرالية في نيويورك وأقر بثلاثة تهم وقابلها القاضي جون كانن. التهمة الأولى هي السفر للتآمر لارتكاب جريمة قتل وعقوبتها 10 سنوات. فأربابسيار ذهب إلى المكسيك واستأجر رجلاً معتقداً أنه قاتل مأجور، إلا أنه كان مخبراً للسلطات الأمريكية ويطلق عليه اسم جونيور. التهمة الثانية كانت الاتفاق بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل جنائي ومخالف للقانون الأمريكي وعقوبتها القصوى 10 سنوات. أما التهمة الثالثة فكانت التآمر لقتل أو إصابة شخص أو أشخاص على الأراضي الأمريكية وعقوبتها القصوى 5 سنوات. الحكم سيصدر في 23 يناير. أربابسيار كان دفع ببراءته في أكتوبر الماضي في نيويورك، بينما وجهت هيئة المحلفين اتهاما رسميا إليه وإلى شريكه الهارب غلام شاكوري بالتآمر لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. القضية تعود بجذورها إلى العام الفائت حين كشفت السلطات الأمريكية عن تفاصيل العملية التي كانت ستتم عبر تفجير مطعم في واشنطن يرتاده السفير الجبير عادة. وزير العدل الأمريكي كشف أن المؤامرة جاءت بتخطيط وتنظيم إيراني، إلا أن إيران نفت هذه الاتهامات. أربابسيار اعتقل في نهاية سبتمبر من العام الماضي في مطار كندي في نيويورك، فيما لم يعتقل شاكوري الذي هو عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ولاحقاً أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة مؤامرة محاولة اغتيال الجبير. رولا الخطيب، العربية.